عليه في المباراة هدفين من أروع ما شاهدنا. شوف شوف الهدف الأول، يعني أن 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 تلمس الكرة بهذه الكيفية، والهدف الثاني أن تأتي الكرة وأن تلمسها وأن تداعبها وتعطيها العنوان الصحيح، والعنوان الصحيح كان داخل الشباك. هدفين جميلين، 10 أهداف كاملة ما شاء الله للاعب الحمداوي الذي يهنئه الكل، والأنصار طبعا في المدرجات يقفون تحية وإجلالا وإكبارا للاعب الحمداوي الذي يتألق من مباراة إلى أخرى. نتمنى له